السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف لينوفو فايب سي A2020 A40. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، بنحط شريحة في الجهاز لينوفو وبنجيب جهاز تاني وبنتصل على الشريحة اللي في الجهاز لينوفو. بعد الاتصال بتظهر إعدادات الاتصال في هاتف لينوفو، بنسحب على الاختيار الكنسل أو إنهاء المكالمة، هتظهر لنا إعدادات اتصال أو رسالة، بنضغط على الرسالة. فوق عند الرقم بنمسح الرقم اللي مكتوب، وبعدين بنكتب باللغة الإنجليزية رقم 112. بنكتب أي رسالة، بيظهر لنا شعار الاتصال فوق، بنضغط عليه. بتفتح لنا الصفحة ديت، بنمسح رقم 112، وبعدين بنكتب الرقم اللي ظاهر قدامنا على الشاشة دلوقتي، نجمة شباك نجمة شباك 4636 شباك نجمة شباك نجمة. تفتح لنا الصفحة ديت، بندخل على إحصاءات الاستخدام، وبعدين بنرجع من السهم أعلى يمين الشاشة، بيدخلنا على إعدادات، بننزل تحت خالص، وبعدين بنختار حول الجهاز، معلومات حول الجهاز، وبعدين بنضغط على رقم الإصدار 5-6 مرات لحد ما تظهر إشعار لقد أصبحت الآن مطور برامج. بنرجع تاني للإعدادات، وبعدين بندخل على خيارات مطور البرامج، بنفعل خيار إلغاء قفل المصنع الأصلي للجهاز، تمكين. بنرجع للإعدادات تاني، وبعدين ندخل على نسخة احتياطية وإعادة تعيين، إعادة الضبط، إعادة تعيين الهاتف، مسح كل شيء. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة ونضغط بدء. تخطي 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 على أي حال، التالي التالي، تخطي تخطي على أي حال، التالي. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة، طرق التواصل أسفل الفيديو.